المال عشان نحافظ على دعوة الشريعة إلى تكثير المال وتنمية المال عبر على طول الاستثمارات المشروعة عشان حرام. هذا حال معدلة من المال تحت المسمى Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. في موضوع هيتحل للكلام ده، بيقول ايه الموضوع ده خلاصته؟ هل العقولة هي للردع والزجر فقط، ولا بترفع الإثم؟ ما فيش مسؤولية ولا عقاب في الدار الآخرة. هل هي للنفع في الدنيا فقط؟ للردع والزجر وخلاص الناس تخاف ولا تتجوزوا الجريمة؟ ولا لها أثر فوق ذلك وأبعد من ذلك؟ فهل تنفيذ العقوبة في الحياة الدنيا هيرفع الإثم عن المجرم؟ مش هيسأل في دار الآخرة؟ وكفاية اللي أقصاره في الدنيا؟ تصورين؟ يعني العقوبة في الدنيا، يعني يوقع العقوبة في الدنيا، خلاص انتهى الموضوع؟ عن هذا الحد؟ ولا عندنا مضاربة ليه في الآخرة؟ عشان الناس كده تخاف. يبقى نحن نطارده في الدنيا والآخرة. في الحياة الدنيا عشان نخوف الناس ونحقق فلسفة العقوبة الردع والزجر، هنوقع العقوبة في الحياة الدنيا عشان نقضي عليه وعلى أمثاله فيطمئن المجتمع. بس هيتفضل لنا مساءلة في الدار الآخرة. إحنا وراه وراه. سواء نفذنا العقوبة أو هو تفلت من تنفيذ العقوبة لبراعة الدفاع والمحامين وهو فصحة العقوبة ما عرفناش تنفذ العقوبة. لأمر ما أي صدقا أو كذبا أو تخيلا أو تشريعيا أو كل ذلك. هنقول لا، ده أنا هنطبق في الآخرة. صحيح أنت برئت في الحياة الدنيا وتخيلت أنه إن صاحب مدار أو صاحب كده وعرفت المنقص من العقوبة هي أنه يخاف. الدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم
في جسم وقعد حوالين الصحابة. فقال صلى الله عليه وسلم: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تقتلوا ولا تزنوا ولا تزنوا. لأن قال صلى الله عليه وسلم: فمن أصاب يعني فعل شيئا من هذه القادرات فعوقب بها فهو كفارة له، ذات المسؤولية. الكفارة أن خلاص محى الذنب وسفر الذنب ومش هيسألك قدام الكفارة. فالله أكبر من أن يثني عقوبة على خير الظلم شبوه في الحياة، لأن العقوبة هتنحط في الدسوق بتاعه وهنطرده أولاده ويعمل ولا يشتغل ولا يؤكل ولا يشرب ولا حد يصهره ولا يناسبه ولا يقول السلام عليكم ولا أي حد. لكن في الدار الآخرة في سماح خاصة خدعة كانت في الآية. هذا الكلام سيدنا علي بن أبي طالب قال: من أصاب ذنبا في الحياة الدنيا فعوقب به، فالله أكرم من أن يثني عقوبة على عباده في الدار الآخرة. إذا من رأي الأولياء أن توقيع العقوبة في الحياة الدنيا مسقط للإثم في الدار الآخرة بالجريمة. الرأي الثاني، لكن إيه فلسفة الرأي الأولياء؟ Thank you.
إيه؟ النص القرآني اللي بيقول في حافظينه من يقتل مؤمنا متعمدا، شفت متعمدا، فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. متعمدا يعني حنوقع عقوبة القتل العمد عليه اللي هي القصاص، ضربنا عليه انبياء من الناس إلى آخره. إذا حنوقع عليه عقوبة القصاص في الحياة الدنيا، بدليل النص قال متعمدا، يعني مش خطأ ولا شيء خطأ، لا، عمد يعني القصاص خلاص. ومع هذا الله تعالى طبعا حكمه في مرض دم الشرق موقع عليها القوة في الحياة الدنيا بالقصاص، وفي الوقت نفسه احنا بنترضوا ان الاخبارك احنا نلعب عرض في الاخرى من جانا بيك الاخبارك. وايه اللي وقعنا في القصة بالدالة احنا عمالين نكتب بالدنيا المعقوبات نكون معي عشان نتكلم. لما نفكر في ارتكاب الجريمة لما عقل انه هيخسر الدنيا على الاخرة، وأي عقل يخسر الدنيا لا ملوش داعي. لما تبقى عقوبة قاسية وتضمن على الأقل كل مجرم مش هيقوم أو يفكر أو يصنع مثل هذا، والعقلاء لا يقدمون على مثل هذا. يبقى يساعدنا على ان المجتمع يتخلص من مثل الاشياء الناضجيه للمجرمين الى الاكرام، ومن هذا التخويف وهذه العقوبات والتهديد في الدنيا والاخره. فلسفه وزارات الاحياء نحن نكذب عليه لأفكار سوداء تطالبه ليل ونهار، من قبل مقطوعة لا يعرف ذاته ولا يمكن ولا يعمل، وتلك الجريمة اللي اعتقد فيها تخرب بيته، وبالتالي خيانته لأفكار من هذه الرأية فينجو وينجو المجتمع معه. هذا التخويف وهذا الوعيد القاسي يتناسب مع مقام الجميل واحد. الاتجاه الثالث ألا لا لا نفي إلا العقوبة للرفع والزجر الآن في الحياة الدنيا فقط، لأن ده واضح وده الظاهر. أما الدار الآخرة وغيره ده مسألة في علم الله تعالى، متعرفش. طبعا دي قوة دليل يا جماعة، إن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه أبو هريرة سئل صلى الله عليه وسلم عن أمور منها هل حدود كفارات لأهلها أم لا؟ أصب سأل هل حدود كفارات؟ يعني معاقبة الدنيا خلاص ما فيش مشكلة في هذا الموضوع. فالرسول صلى الله عليه وسلم أجاب قال لا أدري هل حدود كفارات أم لا؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدري ولا يعلم، فالفقهاء من يعرفوا قالت له انا معاكم الاتجاه الثالث ان صحيح العقوبات للردع والزجر في الحياه الدنيا، ومخيط فيهم فعلهم وده اللي بنقوله. لكن قصه المساله في الاخره دي مرضى
الصلاه الى الضحى. فاذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انا صرت قال لا ادري هل الحدود كفارات ام لا، قال لا ادري فما نبغي شبه فقائل لكن في مكان العقوبات شرع عقوبات الله والزوج فهي زواج وجواز والا حتستجيب بها الناس وتبقى مشكله وياخذ فلازم كل مظلم او فارق ان يتعلم الله يعقبك وان عقاب الله الاكرام مش هيخرج منه لان لا يستحيل الناس بيعقوبات والناس تخاف فعلى الاقل يكون بالنجاه من هؤلاء المؤمنين لهذا الخوف اللي ذهبت فيه هذه المزايا السياسه والاراء السياسه. يبقى السؤال هل العقوبه في الحياه الدنيا مصطفح للعقوبه في دار الاكرام الاراء المزايا إذا النصوص الشريعة الإسلامية
الرسول والصحابة والخلفاء والتابعين إلى بئر تعيين الله كله على قدم المساواة. عندكم استثناءات يا جماعة؟ لا. يا عشر كلام. الناس اللي عن Thank you.
النظام الملكي أو النظام الجمهوري الفرق بين رؤساء ملوكا أو رؤساء جمهوريات يعطيهم أحيانا بعض المسؤوليات هو نازل المطار وكذا وكذا لا كيف تفتش ويقوم مادة المبادئ المساواة في القوانين في القانون الدستوري لا يحتوى إلى حد ما بالنسبة لبعض الملوك وبعض الشعراء لا يغلو عرفها ما يصحش وهام له مصدر مصدر القوانين لا مش عارف لا يعرف لهم المساءلات والعقوبة والوقوف أمام القضاء شخص رئيس جمهورية أو وزير إلا ما نظر في الدولة الإسلامية والعربية الواحد في خلاف لتطبيق مبدأ المساواة في النظام السياسي الدستوري فالملوك والرؤساء أحيانا يعفون من المساءلة والعقوبة. طيب رؤساء الدول الأجنبية الوافدون إلى الدولة الإسلامية اللي جايين يزوروا البلاد ويقدموا خدمات ومعونات ويعملوا مرتكب أحدهم جريمة هل من باب الإغاظة والكرامة وتسهيل مهامه في غالي ذكر الشيء تقدمون المحكم من باب الإغاظة المسيح في غالي الحق طريق ضيف يعفى من المسؤولية والوقوف أمام القضاء المشفور مع الشعب لا بالتكريم ولا بالرياضة تبادل من الناس بين الرؤساء وكذا لكن الشريعة سيدنا علي الكوفي عادي شخص عادي في مفرد من أفراد الأمة إنما رؤساء الدول الجزائريين طب ملك البلاد ورئيس البلاد في بعضه أي بلده والذي يعرس فيه المعارض طب الواحد يا رئيس جمهورية رئيس جمهورية أوباما أو غيره يجي يتذكر كريما في بلدنا ما يوقفش لا تعال نبوس إيده عشان يجي كده أشياء فتعقد لا تكريم دولة الضيافة وكان اللياقة الدبلوماسية اللياقة الدبلوماسية ما عايز اعمل منك ويديك معاك لكن الشريعة الإسلامية مش عندك شوف رئيس البلاد والرئيس الواخد إلى البلاد لو ارتكبوا جرائم إنما الرئيس في الدولة الإسلامية زيه أي إنسان عادي جداً رئيس الدولة الرؤساء الأجانب الوافدون إلى الدولة الإسلامية رجال السلك السياسي الدبلوماسيون العسكريون الملحق التجاري الملحق العسكري وهلم جرا جايين يمثلوا بلادهم في الدولة الإسلامية وارتكبوا جرائم يعفوا كانوا ناس ضيوف ناس موظفين لأدوا خدمات يعملوا التأشيرة في المسافر لبلادهم ويعملوا كذا منهم
معادلات كذا ويقدمون الاستثمارات وكذا وارتكبوا جرائم أعضاء السلطة التشريعية ما يسمى بمجالس الشعب أو مجلس النواب، أعضاء الهيئة التشريعية، الناس اللي يقفوا في البرلمان ويصيحوا ويقدموا نقدا لازعا لبعض الوزراء أو بعض الناس أو بعض الهيئات أو بعض الأفراد أو الجهات يتكلم بما يشاء داخل البرلمان طرفين هذه لأن معه حصارة فيقذف لمعز في حدود البرلمان فينتقد للصالح العام أو للصالح العام أو للانتقام أو للتشهير أو إلى آخره زين أو عليه يكون في مجلس ولو كان يعد قذفا في الشريعة الإسلامية حسب أن عالميا بالنسبة للقوانين رفع المسؤولية فريقا لأن دي مهامه والوظيفة إنما في الشريعة الإسلامية ما فيش حد يجرؤ أن يقف في أي مكان ما ويقذف أي واحد من الناس إلا إذا كان معه مدرب لأن هولندا مرتشم غاصب قاتل غاصب فين دليل هو اتباع لكن الإسلام بلا دليل كالأموزة لا يعاقب كأنه بيهين الناس إنما لو أي عضو من أعضاء البرلمان قال هذا الكلام وما الدنيا صياحا سبا وقسبا لعام الحصار إنما الثاني في الدولة الإسلامية ما يعرفش لأن كلام مسجل عليه ويسأل عليه في الدنيا والآخرة إن كسب ويحقق من أنس القانون فيحافظ على كلامه ما يقذفش الناس إلا بدليل إلا بلا دليل يبقى يعصر لكن لا طبعا بقذف أو بوطا أو بزلم هيبقى ليه عقوبة حديثة مكتوبة إذن مع ذلك أعضاء المجالس المنعية أي مكان تسميته مجلس النواب مجلس الشعب مجلس أمة مجلس عموم الخطائية الحق يقول ما يشاء أما في الدولة الإسلامية لا يتكلم بالدليل وحيث لا دليل يبقى يوعظ عضو برلمان الحكومة ليش يحصلنا إلا الحق والصدق لا يحصلنا على نسبة إنما يتطاول على الناس لأن كل حركة أقصد المعاقب عليها في الدنيا لأن المسألة مش مطلقة لأن نحن نقدر الناس بطريقة الطريقة فيها أمان شديد وحركة طويلة وطبقا للنفس الإلهية أن نفسه محمد فلازم نخدع الناس ونهزمهم الطريقة تجعل الناس في أمان وفي أمان
تؤرق مضاجع كما بعد
دور حياة العرب وتفكير المجتمع معقدين على المجتمع لأنهم فقراء وظلمة. مسألة لها تبعات اجتماعية ونفسية إلى آخره. فالنتيجة أن الفقير حبس لا لأنه مجرم بل لأنه فقير. فأي مصارعة زيادة؟ فالاعتراف صارخ على مبدأ المساواة الكونية والوضعية. لكن الشريعة الإسلامية تناشد الكلام ده. روح حسنا كثير شخصي شخصي أخر كلام طوال شخصي مش عشان فلوس لأنني تقلل الزكية الناس جميعا بالإحضار يكسر ضد من اليسير جدا أن يجب أن يخلق منه إنما من الصعب جدا أن يخلق منه يا حسن
خمسون من الإبل
مدير حياة 50 ابن والرجل العامل الصالح ده حياة 50 لأن المعيار على الضرر الذي وقع مش على المركز الصناعي فهي بتتقرر على المدينة هي الوظيفة الواحدة فالعين الواحدة نصف الوظيفة معانا ثلاثة يبقى هياخد على النصف الثاني النصف الثاني ده هياخد على النصف دي اللي هو 50 من الثاني وفي النفس المئة في هي الناس اللي نجحت وديت الاعضاء او المنافع او كذا او كذا على قدر العينين اللي تؤدي وظيفه واحده تكون العينين تخمس صار 10 عربيات كامله يبقى الواحد عشره كبيره وعينين لكن بجد الاثنين مجتمعين مؤديين من اعظم المعركات فلو الجريمه اذهبت واكلت تلك المنفعه مرتبة عالية ولا يشرب
رئيس الدولة أي أن كان ملكا أو رئيس جمهورية كما لي حق العفو على الناس المدنيين الذي يقضوا الآن عقوبة السجن أو قضية الدولة هل لي حق بهذا؟ يقول الله لا يفعل الأمر من واحد من الأمور ثلاثة الأمر الأول وجريا على ما قلناه بالأمس أن المسألة المتعلقة بذات الزوج لا يملك لا يملك لأن الجريمة والعقوبة حدية ولا عظيم ديت ما ليه جماعة عظيم ايه
تعظيم الله إلى حسنات هؤلاء الناس كلها في الخطاء من المحكمة الجديدة مع رسول الله عشان نزلهم في الأفراد من حسنات هؤلاء الناس على السلطة الشرعية
هو من يجب ان يكون هناك شيء ويحرم ويحضر ويعاقب خلاص
من غير العقوبة. لأن بعد كده أنا عن الحل والإله الله أمر. واضح؟ أنت عندك دليل على وصحيح.
إذا نزرعت في نفس جدا لأمن المجتمع ليختير على تزلزل وتعصف بأركان المجتمع وأمنه الشرع نبع عليه يبين حسن المسألة فيها ويكون في مجال العقل إن كان الشرع السنة بالنسبة للجراح يحبون كثيرا فهل الزانية والزانية على كل تشكيل السابق والسابقة إلى العقوبة كريمة الحرابة من يتبع شيئاً